ما أكثر شيء نخدم به الإسلام في هذا الزمان؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. جاهد لنصرة هذا الدين، تعلم كتاب ربك، سنة نبيك، علم ذلك الناس، اجعل اسم الله فوق كل اسم، نادي بتحكيم شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أنفق لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.